يرزق من يشاء، يغفر لمن يشاء، يهب لمن يشاء. هذا يشاء منه تعود إلى الله ولا تعود إليك أنت؟ الحقيقة الصادمة والكبيرة أن هذه تعود إليك أنت. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى وعرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة هي أمانة المشيئة. ليش؟ لأنه حملها وقال أنا بستخدمها في هذا، هاي القوة والطاقة والقدرة العجيبة اللي هي المشيئة، أنت تستطيع من خلالها أن تفعل المعجزات. وفي الحقيقة هي أمانة كبيرة لا تحملها السماوات ولا الأراضين. هذه إذا فعلتها في حياتك فأنت سوف من يصنع قدرك، أنت من يصنع قدرك. القدر هذا ليس أنت مفعول به، بل أنت الفاعل. أنت الفاعل إذا عرفت استخدام المشيئة، هاي المشيئة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها في هذه الحياة، ومتى شاء سلب هذه المشيئة. لذلك ولو شاء الله ما أشركوا لكنهم أشركوا، ولو شاء الله ما عبدوا لكن عبدوا غيره، ولو شاء الله ما فعلوا لكن فعلوا. إذن كل الأشياء فعلوا رغم أن مشيئة الله مختلفة. ليش فعلوا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم ومنحهم هذه الأمانة وهذه المشيئة، فعندما استخدموها بطريقة سيئة، وبالتالي استحقوا النتيجة المترتبة على استخدام هذه المشيئة. فانتبه، أنت من يصنع قدرك وأنت إذن بهذه الأمانة بقانون المشيئة الإلهية التي منحنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، أنت تستطيع. قل لنفسك أنا أستطيع. فبالتالي تنتقل من المفعول به إلى الفاعل، وبالتالي لن يؤثر فيك الحسد، لن يؤثر فيك السحر، لن تكون مفعولا به، لن تكون تلعب دور الضحية في كل الأشياء، أن كل الأشياء أنت خارج عن إرادتك وأنت ضحية لها. سوف تنتقل من مفعولا به وتنتقل من دور الضحية إلى دور من يمسك الأمانة هذه وهي المشيئة، وتفعلها في جميع جوانب حياتك. فهذه المشيئة تقول أنك تستطيع عن طريق، فإذا قررت أن الحسد سوف يؤثر فيك فعلا سوف يؤثر فيك، وإن قلت لا لن يؤثر فيني الحسد فبمشيئتك لن يؤثر فيك الحسد والسحر وهكذا جميع الأشياء من حولك. فهي قانون اعتقادي وإيماني وقانون إلهي في عملية التسخير وفي عملية المشيئة، هي القانون الرئيسي الذي سوف يدوي في حياتك أو يدوي في حياتك ويخلق لك بيئة جديدة وقدرا جديدا جميلا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.